بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، مرحبا بكم في قناة درس إنجليزي مع مستر عوض ربيع. في الأول بشكر كل من بتابع قناة درس إنجليزي مع مستر عوض ربيع من خلال اللايك والشير والمنشن الجميل والتعليقات اللي احنا بنشوفها من حضراتكم دايما، واللي بيشوفنا لأول مرة ما ينساش يفعل الجرس واشترك في القناة عشان يوصله كل ما هو جديد. عايزين الفيديو ده يوصل لأكبر عدد ممكن من أصحابكم وأصدقائكم واللي بتحبوهم. إن شاء الله النهاردة معانا فيديو جديد جدا زي ما حضراتكم متعودين من قناة درس إنجليزي مع مستر عوض ربيع، إن في كل جديد إن شاء الله. الأضواء اللي هو الجيم عامل لنا ملف جميل جدا عبارة عن مراجعة في اللغة الإنجليزية اسمها ماستر يور سكيلز. ماستر Your Skills عملها لتأسيس القواعد ومهارات اللغة الأساسية والتمهيد للصف الأول الإعدادي. كمان هيساعدك كمان إن أنت تدخل أولى إعدادي وأنت مستعد للمنهج الجديد. هتلاقي كمان في المراجعة دي فيها بعض النقاط هنستعرضها مع حضراتكم. كمان هسيب لحضراتكم في صندوق الوصف، المذكرة دي عبارة عن ملف بي دي إف. حضرتك بتخش في صندوق الوصف هتلاقي الملف ده عبارة عن بي دي اف، هتركز عليه كويس وتراجع معايا اللي انا بقوله. عندنا في الماستر اوف سكيلز الجيم عاملها مراجعة شاملة على القواعد التي تم دراستها في المرحلة الابتدائية من خلال شرح مبسط جدا بالمخططات والرسومات اللي انت هتشوفها معانا ونستعرضها مع حضراتكم. تدريبات كمان متنوعة على المهارات اللي موجودة. كمان في جزء مخصص عن تكوين السؤال والإجابة عليه عشان المحادثة والتدريب على المحادثات. كمان بيركز كمان على مهارات القراءة مع تدريب على السؤال وعلى قطع الفهم. كمان معانا جزء خاص بمهارات الكتابة مثلا الباسج، القطعة أو الفقرة، الإيميل، البيوغرافي اللي هو السيرة الذاتية. كمان في تدريب شامل على كل اللي احنا قلناه ده. تمام، هنستعرض مع حضراتكم النقاط اللي احنا قلناها دي في المحتويات اللي هو جايبها لك. عندنا اول محتوى How to form questions، كيف تكون سؤال. بعد كده المحتوى الثاني زي ما حضراتكم شايفين في The present simple tense، زمن المضارع البسيط. بعد كده المحتوى الثالث اللي هو مين الـ Past Simple Tense، زمن الماضي البسيط. بعد كده جايب لك الـ Past Continuous، الماضي المستمر. بعد كده جايب لك مين الـ Present Continuous Tense، زمن المضارع المستمر. بعد كده جايب لك الـ Future With Will، المستقبل بـ Will. كمان الـ Future With Going To، للنية. بعد كده جايب لك Exercises، تمارين على دي اهم التنسز اللي هو جايبها في الموديل 1. كمان معانا في الموديل 2 زي ما انا قلت لحضراتكم من شويه بعض الكومبريهنشنز اللي هي مين اللي هي القطع، جايب لك فيها اهم النقاط اللي احنا هنستعرضها مع حضراتكم دلوقتي واحنا بنشوف المذكره او الملف اللي هو جزيل الشكر الجيم عامله. عندنا كمان في الموديل 3 بعض الرايتنج سكيلز اللي هي المهارات الكتابه، جايب لك منها مهارة مين الباراجراف ودي مهمة جدا. كمان عندنا الايميل رايتنج اللي هي مهارة الايميل. بعد كده البيوغرافي زي ما قلت لحضراتكم في الاول خالص، السيرة الذاتية. بعد كده جايب لك الموديل 3 جنرال اكسرسايز، تمارين عامة على اللي احنا بدأنا نتكلم عليه في اول الحلقة. بعد كده جايب لك الريجولار فيربس، الافعال الغير منتظمه في زمن الباست سمبل. نستعرض مع حضراتكم كده ونشوف المذكره الجميله والملف اللي الجيم عامله. زي ما حضراتكم شايفين لانجويج سكيلز، المهارات اللغه، جايب لك الموديل الاولاني زي ما احنا قلنا اللانجويج سكيلز، وجايب لك ازاي هاو تو فورم كويشنز، كيف تكون سؤال. تمام، بعد كده هنا نازلين اهو شايفين مع حضراتكم جايب لك كام مثال. بعد كده جايب لك ازاي تعمل سؤال ب دبليو اتش، ازاي تعمل سؤال بيس او نو. بعد كده جايب لك اهم مين
ال WH questions، بعض الأسئلة اللي هي مين أدوات الاستفهام اللي ممكن تستخدمها من what لغاية who. بعد كده جايب لك practice زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده جايب لك exercises زي ما هو قال بالظبط how to form questions، وجايب لك محادثة والتانية. بعد كده جايب لك هيستعرض لك بقى التنسز زي ما انا قلت لحضراتكم اللي هي مين البريزنت سيمبل تنس زمن المضارع البسيط زي ما حضراتكم شايفين معايا. بعد كده هيجيب لك الادفيربس اوف فريكوانسي ظروف التكرار طالما اتكلم على زمن المضارع البسيط. بعد كده هيتكلم على فيرب تو بي فعل يكون. كل ده حضراتكم هتبدا تستعرضه معايا في حلقات ان شاء الله المره القادمه. بس حضرتك الاول وحضرتك بتبدا تراجع اللي انت اخدته في المرحله الابتدائيه، وان شاء الله ربنا ييسر. لو في اي استفسار ممكن تكتب لي في التعليق. بعد كده جايب لك الريجولر والريجولر الافعال المنتظمه والافعال غير منتظمه بعد ما اتكلم على زمن الباست سيمبل زمن الماضي البسيط. بعد كده جايب لك اكسرسايزز. بعد كده اتكلم على الباست كونتينوس الماضي المستمر. كل دي حضرتك وحضرتك اخدتها في المرحله الابتدائيه بتبدا تراجع عليها عشان تكون بيرفكت وطالب ممتاز. بعد كده جايب لك زي ما حضراتكم بستعرض مع حضراتكم اهم النقاط اللي موجوده على البريزنت كونتينوس زمن المضارع المستمر. بعد كده جايب لك الفيوتشر ويز ويل المستقبل بويل، وهيجيب لك بعده اللي هو مين المستقبل بجوينج تو. كل تنس من ده جايب لك عليه اكسرسايز، ودي في حد ذاتها جميله جدا عشان تتدرب عليها. بعد كده زي ما حضراتكم شايفين معايا عندنا اهو موديل 1 جنرال اكسرسايز تمارين عامه على اللي بدا يشرحه البريزنت سيمبل المضارع البسيط، وجايب لك كومبليت عليه اللي انت اخدته برضه سنه 6 والباست سيمبل، جايب لك تشوز وكومبليت، وبعد كده الباست كونتينوس نفس الكلام، وبعد كده جايب لك البريزنت كونتينوس المضارع المستمر والفيوتشر ويز ويل المستقبل بويل والمستقبل بجوينج تو. بعد كده جايب لك برضه كومبليت تحت اهوتي. بعد كده حضراتكم زي ما انتم شايفين جايب لك الموديل الثاني عباره عن نصائح تابس فور كومبرهنشن، بعض النصائح على قطعة الفان ازاي تتعامل مع قطعة الفان. حاول تراجع ده كويس قبل ما نبدأ في حل المسائل دي او القطع دي ازاي نتعامل مع سؤال الباسج. جايب لك باختصار النصيحة بالانجلش وتحتها معناها بالعربي عشان لو وقف قدام حضرتك حاجة. كمان جايب لك اهو جايب لك ايه بعض النماذج اللي ممكن تساعدك ان انت تحاول ان انت تحل فيها. ولو زي ما قلت لحضراتكم لو في مشكله انت بتكتب لي في التعليق وهرد على حضرتك في الحال ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين انا بستعرض مع حضراتكم الملف اللي الجيم عامله للصف الاول الاعدادي تهيئه للمرحله الاعداديه. جايب لك ما شاء الله كام باسج كام قطعه اهو حوالي 10. بعد كده زي ما انتم شايفين حضراتكم رايتنج سكيلز مهارات الكتابه، جايب لك ازاي تعمل باراجراف او تكتب باراجراف، برضو جايب لك نقط مهمه بالعربي ركز فيها وحاول انت تفهمها كويس ان شاء الله هنتناقشها مع بعض في حلقات قادمه. وجايب لك برضو كتابه الايميل، وبعد كده برضه زي ما انا قلنا من شويه هجيب لك البيوجرافي السيره الذاتيه اهو بيوجرافي رايتنج. بعد كده هجيب لك اهم الامثله على اللي هو قاله ده. بعد كده هجيب لك نماذج هتكتب عنها زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هجيب لك زي ما احنا قلنا اخر جزئيه اللي هو الأفعال الغير منتظمة